محمد المشهراوي ينضم إلينا من إسطنبول. إلى أي مدى يعتبر موضوع الليرة مقلقا للحكومة الجديدة محمد؟ الحكومة الجديدة وتحديدا وزير الخزانة والمالية فيها محمد شمشك يقول إن ما يحدث أمر طبيعي وإن الطريق لحل الأزمة ليس مختصرا ولا سحريا. الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لمعالجة آثار كبيرة هي نتاج التضخم ذو المعدلات المرتفعة جدا في البلاد، ويطمئن المواطنين وحتى المستثمرين الأجانب بأنه يتمتع بخبرة قادرة على تخطي هذه الأزمة قريبا. وثمة مؤشرات تدلل على هذا التفاؤل بالنظر إلى مؤشر علاوة المخاطر. يقول الخبراء هنا إن في الوضع الطبيعي عندما تتراجع العملة المحلية فإن مؤشر علاوة المخاطر يرتفع، ولكن ما يحصل في تركيا هو العكس مع تراجع قيمة الليرة، وذلك مرده إلى التفاؤل بالسياسة الحكومية الجديدة المرتقب أن تلمس خطواتها في القريب، لا سيما مع الأنظار التي تتوجه إلى تعيين رئيس جديد للبنك المركزي وتحديدا يوم 22 من هذا الشهر. حينها سيباشر البنك المركزي سياساته وإجراءاته الجديدة التي يتوقع على نطاق يعني محدود هنا أن يسارع في تغيير السياسة المتبعة فيما يتعلق بالتوجه إلى التعامل مع سعر الفائدة. ربما يكون هناك رفع لقيمة الفائدة وبالتالي أن تتعافى الليرة التركية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة. لذلك مسألة تراجع الليرة ربما تستمر على مدار المنظور القريب حتى أكثر مما هي عليه الآن، وصولا ربما إلى 28 وفق قراءة الخبراء، ولكن هذا مرده إلى السياسة والمالية الجديدة التي بدأ بالفعل وزير المالية بانتهاجها وكذلك البنك المركزي. شكرا لك محمد المشهراوي في إسطنبول.